قانون لعب. تذكري أنه يوجد عدد قليل من الجزر في تلك الحديقة أعلى التل. هذا مذهل. يمكننا جعلك راعية أرانب ماهرة في نهاية الأمر، أليس كذلك أيتها الأرانب؟ مرحبا بك في برنامج التدرب الرسمي لمسابقة الرعي. الهدف بسيط، عليك برعي الأرانب باتجاه البوابات. كلما أمكنك رعي أرانب أكثر سجلت نقاطا أكثر، ولكن احذري، سيتغير جانب عارضة الهدف. هل أنت مستعدة لرعي بعض الأرانب؟ حسناً، حان الوقت لرعي الأرانب. ثلاثة، اثنان، واحد، انطلق. مرحى، هذا ليس سيئا يا صني، ليس سيئا على الإطلاق. قد تكونين في هذا العام قادرة على خوض المنافسة في الواقع. هذا رائع، ها نحن قادمون يا شارع العرف الرئيسي. أجل، حسنا، بعد أن أبعد جميع تلك الصناديق. أينبغي لنا مساعدته؟ كلا، لقد وضعتها هنا وسأبعدها. أعتقد أنه بخير، فهو يقوم بذلك بشكل جيد.
في شارع العرف الرئيسي، قلب خليجي مارتايم أيتها الأبرار. مرحبا بكل المهار، هل تريدون مشاهدة عرض رائع؟ حقا، أجل نود ذلك. لا يجب تفويت استعراض بيب. استعراض بيب، ستكون المدينة كلها حاضرة. أجل، سنحضر هناك لدعمك. سأجلب الكثير من المسحوق اللامع. وأنا ألفت هذه الأغنية الرائعة الجديدة، الخطاف ينطلق. أكيد سأتواجد، أنا معجب. ممتاز، أراكم هناك أيتها الأمهار. سأذهب لصنع التزيينات، إلى اللقاء. وسأحرس مدخل متنزه المدينة. هذا الطلاء أفضل الألوان في خليج ماريتايم. هذا الطلاء أفضل الألوان في خليج ماريتايم. أهلا، أين تظنين نفسك ذاهبة؟ إلى استعراض بيبيب يا سيدي. إجابة خاطئة، أنت ساني ستار سكاوت، أليس كذلك؟ لقد تم إشراكك تلقائيا في أكاديمية الطيران المجنحة، كما تم إدراج اسمك في قائمة المهار المجنحة المبتدئة، ويجب أن تبدأي التدرب سريعاً. لكني بالكاد أستطيع الطيران. حسناً، هذا هو الهدف، أليس كذلك؟ أعتقد أن هذا منطقي. يجب عليك أولاً اختبار مهاراتك على أرض الواقع في مسار العقبات. احصلي على جميع البلورات في الوقت المحدد إذا أردت امتلاك جناحين. هل أنت مستعدة للتدرب وصقل مهاراتك؟ حسناً، أقصد أجل يا سيدي. ثلاثة، اثنان، واحد، انطلق. أحسنت صنعا أيتها التلميذة ستار سكاوت، فأنت تمتلكين بعض المهارات في نهاية الأمر، لقد كسبت هذه. لا أعتقد أنهم سيسمحون لي بالدخول.
الخط. ليست الأمور على ما يرام. لقد تحطمت لوحتي الإعلانية الجميلة. لن يأتي أي مهر لمشاهدة عرضي بسبب ذلك. هذا فظيع. لم يعد خليج ميري تايم آمناً. من سيقدم على فعل شيء كهذا؟ هناك من يحاول إفساد هذا الحدث. يجب أن نعثر عليه أو عليها. أو عليها؟ لا يمكننا إبقاء أي مهر خارج دائرة الاتهام. ينبغي أن يرى مهر ما من يقوم بالتخريب. أريد منك أن تسأل كل مهر آخر متواجد في هذه المنطقة. سأسأل المتواجدين بالأرجاء. إن المخرب لديه عرف طويل وأزرق اللون. نحتاج للمزيد من الأدلة. فهي أفضل موضة أزياء في برايدي لوود. هذا جميل. أياً كان الفاعل، ففروه أرجواني اللون. عصائر، عصائر فواكه لذيذة ومنعشة. المصنع مغلق ويتم ترميمه. عصائر، عصائر فواكه لذيذة ومنعشة. إن المشتبه به أحادي قرن. لقد جمعت كل الأدلة. يجب أن أخبر سبراوت. يا لها من تحريات رائعة. أحادي قرن بفرو أرجواني وعرف طويل أزرق. ها؟ أظن أني عرفت الفاعل يا ساني. كلا، إيزي لن تفعل شيئا كهذا أبدا. بصفة نائب العمدة أخشى أني سأضطر لاعتقالها. كلا، انتظر، سأتحدث معها. يتحتم عليك إيجادها قبلي. أنت محق بشأن ذلك. يجب أن أجدها. فهي أفضل موضة أزياء في برايدي لوود. المصنع مغلق ويتم ترميمه. أليس الاحتفال بيوم خليج ماري تايم الأفضل؟ حسناً. مهر ما حطم لوحة بيب الإعلانية. أوه لا، هذا مشين. خطرت ببالي فكرة. يمكننا إعادة تدويرها أحادياً. أجل، سيثبت هذا أنك لست الفاعلة. لم أفعل ماذا؟ لا شيء. ما الذي نحتاجه؟ نحتاج إلى الطلاء، الكثير من الطلاء الوردي. هل يمكنك العثور عليه؟ ها هو الطلاء.
لقد حصلت عليه. لقد أعد كل مهر متجراً ليوم خليج ماريتايم. قد يكون الكشك الذي تبحثين عنه قريباً. هاو مرحباً، هل كنت تبحثين عن بعض الطلاء؟ أجل، أريد الكثير من الطلاء الوردي. هذا رائع، وبما تريدين مبادلته؟ مبادلته؟ إنه يوم خليج ماريتايم، لا يسمح بقبول الأموال، فقط المبادلة. قد لا يحقق ذلك ربحاً وفيراً، ولكنه جيد على المستوى المعنوي. وماذا تريد مقابل الطلاء؟ حسناً، تمنيت أن أكون حارس حصان مجنح عندما أكبر. لدي متجر الآن وهذا رائع، لكن لطالما أردت تجربة ارتداء خوذات الحراس الجميلة تلك. ربما يمكنك إيجاد واحدة منها لأجلي؟ تريد خوذة حارس حصان مجنح إذن؟ سأعثر على واحدة. ما الملابس المذهلة التي تودين أن أحضرها لك؟ إني أبحث عن خوذة حارس. خوذة حارس؟ يا له من اختيار جيد. أجل، لدي واحدة، لكن... ولكن تريد مبادلتها بشيء آخر. إنه يوم خليج ماريتايم، وسأقيدها بوردة حمراء فاتنة فحسب. وردة حمراء فاتنة؟ موافقة، سأجلبها لك. ماذا؟ خوذتي؟ هذا محال. اعثري على مهر آخر. لقد أعد كل مهر متجراً ليوم خليج ماريتايم. قد يكون الكشك الذي تبحثين عنه قريباً. أتبحثين عن وردة حمراء؟ سأبادلك بأي شيء مقابلها. أتمنى ذلك، ولكني قمت بمبادلة زهوري الحمراء الأخيرة. ولكني زرعت بذور وردة حمراء في هذه الأصص. حسناً، يمكنني استخدام السحر لتنمو إن لم يكن لديك مانع. أوافق على ذلك حتماً، جربي السحر على هذه. تادا! يا لها من وردة خلابة! خذي هذه الخوذة الجديدة تماماً أيتها الحلوة. بدأت أحب هذه المبادلات. يجب علي أن أذهب الآن لمتجر الطلاء. يا لها من خوذة! دعيني أرتديها لأجربها. تبدو جيدة. أليست كذلك؟ لأجل إكويستريا! بلى، لأجل إكويستريا. يجب أن نكمل المبادلة. إليك الطلاء الوردي. ممتاز، بوسعنا إصلاح اللوحة الإعلانية الآن. أوف! شكرا جزيلا لك يا صاني. سأقوم بأي شيء لإنجاح الاحتفال بيوم خليج ماريتايم. سأنتظر عزف لحن أغنية عرف الفرس. ستأتي جماهير غفيرة. هيا أيتها المهار،
العرض على وشك البدء. لعب